السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم راب ان ذا كار. في هذه الحلقه هذه معايا خويا تريبل 7 رابور ديالنا ديال لا نوفيل فاك ديال لا نوفيل جينيراسيون. رحبوا معايا كاملين مستر تريبل 7. اذا نبداو الحلقه باول سؤال، وهو شكون هو يا تريبل 7؟ تريبل 7 واحد الانسان وفليبيف وحش و برودكتور قبل ما ندوز مع المبوق ديجا بلاصيت في امريكان، في المان، فرنسا، هولندا. خدمتي مع الدراري المراكنه؟ واي خدمت مع المراكنه. كنت ديجا ساني في لابيل في امريكان في 2019، سنيت معاهم لي برود شويه الماسترينغ لعيبات، ومن تما كتخدم لا برودكسيون. كدير لا برود وكدير حتى الماسترينغ؟ واي كندير ميكس ماسترينغ حتى هو. كنت ساني معاهم ديك الكونطرا، بخي فهمتي بشويه بشويه لقيت راسي كنحط دي توب لاين على لي زانستري ديالي. صافي من تما بديت ديجا قبل المبوق لحت شي ثلاثه ديال لي مورسو، لحتهم غير في لي بلاتفورم. كنت قبل كنلوح دي فري ستايل في انستغرام. المهم نهضروا على المبوق حتى هو، حيت حتى هو عنده دور كبير في لاكارير ديالي، وفين ما وصلت غنبقى نقول هاد اللعيب عنده دور كبير وبزاف. باقي شويه الناس بعدا كاينين كيعرفوا بالخير، حيت لا انا المبوق كيتعرفوا كثر ما كنبقاوش عاقلين. شوف نتعرف ما نتعرفش، ما كندوق على حتى شي واحد. نتعرف ما نتعرفش المبوق الخير ديالو، فهمتيني؟ انا مدين ليه ما نقولش فين وصلت، ولكن مدين ليه بهذا الشيء اللي عطاني. هو وراك للبيبليك ما كاين واحد الشخص اللي كيرابي زوين، وكنشكرو بزاف. كيفاش دزتي مع المبوق انت؟ فوالا عيادي، كنت اخويا دايز في بنجديه، دايز مسركل بحال هكا، بان ليا سميتو سفيان خطوطو. سفيان وين هذاك الاب الروحي ديالي سفيان خطوطو. تلقى معايا وفين تريبل 7 بخير، كيعرفني هو ديجا قبل صافا بخير. وطلع راه كاينين الدراري، طلعني انا الاول قال لي راه كاينين الدراري. سير شوف لعيبات، كاين المبوق لعيبات. طلعت صافي بقيت مريح بحال هكا مع الدراري مع طوطونيت. ديجا كان كيعرفني قبل، بقينا مريحين كنهضروا شويه. صافي ما تشكوني قال لي سير رابي، قال لي الساطرك مقود سير ترابي طش. شنو هو طش؟ يس جالس مع الطش، وقال لي الساط قال لي سير دخل معاهم في الفري ستايل. قال لي سير قال لي سير فري ستايل. قلت له الساط انا راه برودوسر ما بايش كاع الرابي. قال لي والله تتمشي. صافي نط بحال هكا فري ستايل طق طق طق. ديك الساعه ما كنعرف لا باكو لا والو، فهمتي؟ داز ديك لا فايب زوينه عجبني. كنتي انت في ديك الحلقه كنتي انت وباكون ياك سولي تسولي سولي تاو. شكون اللي كان معاهم عاوتاني؟ كان ايدي ما عرفتش اللي ايدي تاو مول الشعكو كارديني كاسلي ولي نسيتو. اسمح لي حيت فريمون كانوا بزاف ديال الدراري، كانوا بزاف. اها فوالا صافي. ومهم دزتي في المبوق، تعرفتي عند الناس، عجبتي الناس. عند الناس عجبت الناس، و ما كنتش كنلوح بزاف حيتاش تبازيت على لا برود. درت دي فورماسيون، جلست عند ويست اللي كنقول لي من هنا شكرا وشكرا بزاف. جلست عنده وسط 3 شهور ويست هذا العام. شفتو اكثر من والديا. كنت جالس المهم كنت جالس معاه، كنت كنتعلم واي لا برود، كنتعلم لا برود، كنتعلم لي تكنيك ديال ويست. دابا ويست في بلاصتو. ويست بعض المرات التلميذ كيولي احسن من الاستاذ، ولكن ويست كيبقى ديما ممثل ليه بالخير ديالو. ممثل ليه هذيك، انا كتعقل على الانسان. فوالا داكشي علاش كنت غابر في هاد الشهور اللي دازو، فهمتيني؟ كنت كنحاول نديفلوبي راسي باش حتى الا جا شي نهار وبنت نبان في واحد الصوره اللي شويه احسن اللي زوينه مزيان. واحد يخدم على الكاريير ديالو بحال هكا. عندي واحد السؤال، علاش ديما في التراكات ديالك كتبقى دير واحد الديسك من داكشي ديال الكشي القديم، ما كتبقاش خشي ديما في الاول وعاد كتبدا الطراك؟ علاش زعما؟ اوكي، هذا بحد ذاته اوماج للوالده ديالي. حيتاش هي كانت كتصنت داكشي. كانت ديما مسكينه فاش كتكون كتشقى كتفيقني، كتكون طالقه الداودي طالقه، حيت عشت انا وياها وجداتي. كانت فهمتي كتكون طالقه الداودي حجيب. كانت في الليل كتكيني حداها وكتفرجني في منظر الدار. وفريمون من بعد ديك منظر منظر الدار ولات لايف ستايل اكثر من تراك، حيتاش مورا ما خرجتش من دار الدار وانا كندور من دار الدار للاستوديو للاستوديو للاستوديو. المهم كما قلت لك هاد اللعيبه كنديرها اوماج للوالده، وتا
وتبغيت انا فخور بالتراث المغربي فهمتيني دونك بغيت بغيت نجدو كاملين كبرنا مع داكشي واي 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 والدينا حتى هما كذلك راه شي حاجه هادشي اللي كان اصلا ما كانش الانترنت ما كانش ما كانش الانسان منفتح على الغرب اصلا بزاف الا الهوست فوالا وحاجه اخرى كما قلت لك اولا كبيره اوماج الوالده ديالي حيت كيعجبها داكشي وما كتمزكش للراب قلت نخلي الوالده ديالي فخوره بيا فين ما كانت هي دابا فخوره بيا بداكشي اللي كندير راه هادشي تانسبيريتو من عندك وعطيتك شي حاجه تقدر ما تعجبكش ولكن فينالمون واحد الحنان اللي داز بين ما بيناتكم واحد الفيلينغ فوالا وكريا واحد الحاجه داكو علاش دابا فين دابا هي ما كايناش الوالده ديالي دابا في فرنسا فرنسا عايشه في فرنسا كتصنت لك هي التراكات ديالو واي واي كتصنت لي فينالمون صيفطات لي ميساج قالت لي يا ولدي واش انا خليتك درتي ما بغيتي في موسيقى باش تعطيني موسيقى ولا تبقى تقتل في بنادم تقتل في بنادم اه اكثر على الكلاش زعما يعني حتى هي كلاش شاد سولي ولي لاباس لا حتى هي كلاش شاد سولي شنو هو السبب الرئيسي تاع الكلاش ما بينك وبين تسولي حيت بزاف الناس اكثريه ما عارفينش علاش نتوما اصلا منوضين هذا البيف هذا السبب الرئيسي اخويا ديال البيف كيفاش نقول لك انا بعدا ترونكيل زعما دابا البيف راه ساهله فهمتيني راه كيل شوت من خشي من رابح ولا خاسر من 4 minutes of shame داك هامبو عطيتو ليه باش تمزك ليه هو في لي بواط وصافي شوف الا قلت انا خارج رابح يخرجوا هذوك اللي بانوا في واحد لا فيديو اخونا فيه العياقه اخونا فيه هادي وانا فريمون باش تعرفوا الدراري انا رابور ولد الشعب ولد المعاكيز كندير موسيقى نقيه للناس اللي ما فحالهمش انا داكو. انا موجه للطبقه الفقيره ولكن علاش دابا انت كلاشيتي علاش كلاشيتو حيتاش تصر ياك صار. شنو بغيتي يعني زعما بهذا التصرف دزت انا وياك في الحلقه ديال المبوق نقدروا نقولوا نهضروا دابا بلا سهيله بلا الطيابه وبلا داك الشيء مورا الباساج ديال المبوق انستغرام ديالي طلع اكثر من ديالو وانا الناس بداو كيقولوا لي الصات علاش ما كتلوحش الصات علاش ما كديرش انا في ديك الوقيته خدام على راسي كنحاول نديفلوبي راسي باغي بوبليك يشوفني في احسن حله كنحترم بوبليك بغيتهم فريمون يسمعوا شي حاجه جديده ويبقاو تفكروني بها دونك انت في ديك الوقت بقيتي كتلوح لوح 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 ومع من مكان ما كيهمكش مهم ديك القافيه الله يسهل عليك دبر راسك فينالمون انا راه ما كنتش مزكش لك وشنو اللي ما عجبكش دابا انت اللي ما عجبنيش هو انك تقول انا هو المقود فهاد لا انا اللي اسمح لي واش هو قالها اسمح لي نقول لك النقطه قال شي حاجه بحال هكا قال انا دزت عند المبوق وانت حسيتيني حيتاش انا اللي خرجت من المحنه وانت ما بقيتش وانا المقود حيت بانوا فيا الساينس داك يقدر يكون عنده الحق يقدر يكون هو اللي واعر شاكا بوسيبل بوسيبل انا احترمت الراي ديالو حيتاش انا احترمت الراي ديالو حيتاش فينالمون ما عندناش نفس بوبليك هذاك الشيء علاش كلاشيتي دابا انت حيت بقى في الحال انه قال انا لا ما بقاش فيها الحال حتى حاجه ما كتحركني انا اللي دواني فريمون راه قلتها في المورسو قلتها في المقمقم قلت ما كيعجبنيش الراب اي تيت ها علاش دويت ما كيعجبنيش شي واحد يغمق على الراب حنا بغينا نكونوا موجه ديال 2021 شي حاجه جديده اللي كتمثلنا حنا كنوفيل جينيراسيون اما دوك فلوات ديال 2005 ما كيتباعوش في 2021 شوفوا ما تغمقش علينا فهمتي ما تغمقش على بوب شوف انا حسيت بها بحال بغا يستحمر بوبليك وحيتاش انا فريمون كنغير على بوبليك ديال الراب المغربي ما سكتش هادشي علاش دويت متفق معاك انا كيبقى الراي الشخصي ديالك انا بجوجكم كتعجبوني فينالمون كله والراي ديالو واحد الراي ديالو والراي الاخير كيبقى البوبليك وداكشي اللي غتقول لنا في كومونتير شكون هو الرابور اللي كيعجبكم اكثر واش تريبل 7 ولا تسولي شكون نرجعوا هبطوا لتحت لي كومونتير كومونتيو باش حنا نعرفوا الراي ديالكم ندوز لواحد السؤال واحد اخر اللي غادي يشوكي بزاف تاع الناس من الناس اللي كيتفرجوا فينا هو انك نتايا سينينتي مؤخرا ما كانش شي دو جوغ دابا سينين شي واحد سيناتور اللي كانت هي اكبر كاشه تعطى لشي رابور في المغرب واش هادشي بصح علاش الصاط علاش وكيفاش علاش
علاش كتحط مع امام مره واحد؟ خاص البيبليك يعرف شكون شحال خديتي في الكاشي وشحال كاع من سينيتي. ويلي يا صاحبي ويلي وشحال كاع زعما ضروري شحال وضروري حيت انا سمعت واحد المبلغ خيالي اخويا. هادي سيناتور وما بغيتش نهضر على لي ديتاي بزاف. شكون هي هاد لابيل هادي اللي سينيتي معاها؟ هاد السيناتور هاد لابيل اللي سينيت معاها كاينه في الامارات. فوالا عندهم دي زارتيست في امريكان. شنو سميتها هاد لابيل؟ هاد لابيل سميتها في في اي بي في اي بي واي في في اي بي. اوكي بعد هاد البريم سيناتور اللي خديتي واش اش ولفك العياقه بحال شي وحدين؟ لا 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 شوف 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 سمح لي انا كونتر هاد اللعيبه ديال العياقه. اش كاين شي وحدين كيتشهروا كيقلبوا وجههم كيولي يطلع لك في شوف واش انت منهم ولا ماشي منهم باش نترخوا هاد العيبه. انا بغيت هاد العيبه تبقى متورخه ونهار ندير هكا ولا كيجبد لي الفيديو هذا السير على الله يلاه الزامطه الزامطه كاين. انا الدراري انا كيما شفتوني غنبقى شفتوني الدراري بوسيبل تقولوا عليا فيا العياقه ولكن الدراري تيقوا بيا داكشي اللي دوز هو اللي خلاني نهار بين قوسين نوصل لواحد المرتبه تولي فيها شويه عياقه. ما سي با عياقه عاوتاني ديك اللعبه ديال دافع كبير. انا كنقولها في اي انترفيو كنقولها انا اخوكم وكنبغي البوبليك ديالي بزاف وكنحترمو داكشي علاش كتعطل عليه في الموسيقى كنبغي فريمون يستمتع و فينالمون راه ما غاديش نتبدل حيت ما عنديش لاش فلوس غندير بهم غادي تيراش بالعكس بغيت نحاول نديفلوبي تشوف شي كليبات جداد في الراب مغربي شي دي فيتورينغ انترناسيونال فهمتيني. يعني دابا انت ما كديرش مثلا ما كديرش غير الكلاشات يعني تقدر تحط لنا شي تراك اللي هو تيوب اللي انا ماشي رابور ديال الكلاشات غير باش تعرف انا ماشي رابور ديال الكلاشات. مع الكلاشات اللي درتي كلاش ولا كاتيجوري مع دوك الناس اللي لا 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 انا ماشي رابور ديال الكلاشات ومزيان جبتي هذه النقطه مقارنة مع دسولي. هادي ماشي حقد باش الناس ما يقولوش انا حقد عليه ولكن هادي فاكت. دسولي تكاتيغورا مع الناس ديال لي بيف يعني دسولي نهار غي يفكر يلوح شي بانجر الا قدر يديرو الا بغى يلوح بانجر ولاحو ما غاديش يشيفري ليه الصاد. علاش واش متفق معايا ولا لا؟ انا ما نتفق معاك في حتى شي حاجه انا كنبقى نيوتر حيتاش صافي الصاد بوبليك ديالو حيتاش صدمنا حتى هو يقدر يخدم بوبليك بوسيبل ما هذه فرضيه هذه فرضيه. شوف الصاد انا راه كنقول لك قبل ما دخلت للراب راه قلبت بزاف وقريت بزاف ولكن الحاجه الوحيده اللي شفت انا هو انه كان هو واحد السيد اللي لا علاقه له بالراب دار واحد الفيديو وما عرفتش كيفاش تمسح داك الفيديو. شنو هذاك البلان؟ نهضروا على الفيديو الاولى اللي تمسحات ولا الفيديو ديال الطيابه اللي تمسحات ولا شكون الطيابه؟ طيابه صاحبي سهيله سهيله امارات امارات سهيله كيفاش طيابه؟ كانت طيابه ديال الحمام راه طيابه ديال الحمام مكانكم في القمامه. انا داك السيد مع كامل احتراماتي ليه بديك الهضره ديال انا دماغ انا هادي كركب عليك وي دونت جيف ا فاك اباوت يو وحاجه اخرى بعدا كان من جهتي انا كرهوني ما تكرهونيش ولكن داك السيد قمامه يوتيوب خصنا نمسحو. انا كنهضر على سهيل هذاك السيد قمامه ديال يوتيوب خاصو يتمسح. واللي بغى الناس كاين واحد الناس اللي كيعجبهم هذاك اللي بغى يكون اللي بغى يكون ضدي يكون ضدي. انا فينالمون كما كنقول لكم انا واحد انسان متواضع انا ولد حي شعبي خرجت شويه مربي ولكن ما كيعجبنيش الظلم والكذوب والحقره هاد الحوايج ما كنقدرش نصبر لهم الصراحه. لا هذا الراجل ما كيتحقرش اخويا. شنو هو دابا حاليا الجديد ديالك اللي كتوجد فيه؟ الجديد ديالي نهضروا على واحد بعدا البيف ساهله صافي كاين شوط. شنو هو الجديد؟ نيكست يس نيكست هو انا ماشي رابور ديال كلاشات فهمتيني دونك تراك جاي بوسيبل ما يعجبش الناس اللي كيعجبهم كلاشات وصافي غيكون بروجي انترناسيونال غيتصور برا. قبل ما تمشيو غادي نسمعوا شي سنيباج من عند 777 من تراك جديد اون اكسكلو جامي تسمع فشي بلاصه اخرى من غير ستريت ار. Got it all set up, baby, don't blame me. Bali, Mahdi, ma chabek fi ma mshiti. Please come back, to hajd rihtek wa sman biti. Just my love, as you're amazing. Got it all set up, baby, don't blame me.